نحن ضل في ألين، ألين اللي هي أصغر شيء بالجنريشن اللي كانت، ألين بقيت، وكريستين عقل التحقت من فترة بس بعد ما بينت ما عملنا فيديو على وقتها، بتنعد جديدة يعني، وكان وصار في ميريال وصار في رين، هن الأربعة هلا صاروا جداد. هلا ليش هيك بصير؟ لأنه الدنيا هيك يا شادي، يعني الحياة بتتغير والحياة بتتقدم، كل إنسان بصير في عنده ظروف بحياته بتخليه يعني بتكون مثلا الأولوية فوركاست بيقدر يعطيها وقت بحياته، بتصير بعد مع الوقت في عنده أولويات بحياته غيرها. أول شيء كنا نخاف من التغير، لقينا إنه التغير مفيد مع الوقت، بالعكس بيعطي حشرية للناس بتطلع تشوف وجوه جديدة. أنا اللي عامله هلا بصراحة يعني عكس كل الدنيا بيقولوا في عقد لازم نعمل كونترا، أنا ما عامل كونترا، أنا اتفقت أنا والصبايا بدون عقود، قريت العقد مرة بس ليعرفوا شو هن كانوا البنود، ولا مرة وماني موضع حدا على العقد، لأنه اللي بده يشتغل بالفن بالقوة ما يشتغل. ليه بعدني؟ لأنه ما بعدني بالفرقة، بعدني يعني مثل ما بلشت عم كمل بالفرقة ومبسوطة بالفرقة، سو ليه بدي أترك؟ يعني هن العالم بيفكروا إنه غسان بيشحت العالم أو البنات، لا هذا الشيء غلط. أنا عن جد أول تجربة بطل على التي في يعني وبالفيديو، وكتير مبسوطة، عملت كاستينج عند غسان وحب صوتي مع أنه كان بده شوية تمرين، بس حب صوتي وقبلني وأنا هلأ معه. كنت حب غني وما بحب غني لحالي، بحب غني بفرقة، سو ثاقبت أنه غسان شافني بالتصوير بدعاية يعني وطلبني كمان كاستينج، طلعت لعنده جربت صوتي كمان حبه وانضميت للفرقة. نحن الفرقة الجديدة نحن مور يعني شباب أكتر، يعني ستيل جينز وكونفرس وشورت وفستان هيك، يعني مش ستيل مدامات يعني، فإن شاء الله خير يعني، قريبين لقلوب العالم الصغار والكبار كلهم رح يحبونا. أكيد في نجاح لهالفرقة، وأكتر شيء أنا بحبه بالصبايا إنه نحن ما منغار من بعضنا وهيك، إنه مثل الأخوة وكل شيء بنعمله مع بعضنا وهيك. أكيد في مسؤولية لأنه نمبر وان الفور كاتس قلن غيبين فترة، فهيدي الكمباك تبعهم كتير مهمة كيف بدو يجوا، والشغل التاني عندنا 3 نيو ممبرز بالفور كاتس، فأكيد الإكسبيرينس تبعيتهم جديدة، فيرست تايم قدام الكاميرا كميوزك فيديو هيك، فأكيد في تشالنج عندي كتير كبير. الفور كاتس فرقة بتغني كورال عقد حالة، وحتى إذا بتسمع كل وحدة لحالة، بكره بيجي يوم تسمع كل وحدة لحالة شوف كيف بغنوا.